موظفو المصارف يعني حالة، يقول الناس حالة عاديك، لما تجي السيولة خلاص يفقدون أصابعهم، حراسات وسلاح واحد وكذا، ولا يعني كان يوم القيامة قامت في المصارف. ما الذي دعاكم إلى هذا؟ ما الذي ألجأكم إلى هذا؟ ليس له ضرورة وليس له حاجة، لماذا تفعلون ذلك؟ لماذا لا تسهلون للناس؟ لماذا لا تمكنون من حقوقهم؟ والله إنكم مسؤولون على ذلك، والله إني أنصحكم أن تتركوا هذا العنت، وتتركوا هذه الشدة، وتتركوا هذا الطريق المعوج، وتسلكوا الطريق الصحيح الذي أنتم تعلمونه، وأنتم عندكم بطاقات به، وتعرفون أن كل الدنيا تعمل به. لماذا؟ ما الداعي إلى هذا؟ فهذا رقم واحد، يعني أنصح به المسؤولين أن يحلوا هذه المشكلة، بحيث إذا حلت هذه المشكلة ما عادش نحتاج إلى سائل يقول أني ليش البطاقة ممنوعة وفيها فتاوى شرعية في حظر وأني مضطر وأني محتاج. نقول للمصارف يعني فكوا عنهم هذا الإصر، وفكوا عنهم هذا الغل، وأيضا في الوقت نفسه تخرجوهم من الاستغلال، لأن هناك استغلال شنيع، استغلال مقيت.